وقت المصيفات يجي، ده أنا بستنى الأسبوع ده من السنين للسنين. آه عشان تعدوا بس الجمال اللي عليكم، لولا شقة أختي اللي في اسكندرية كان زمانكم صيفتوا السنة دي في الحمام. إيه جريتون، في يا طنط حياتك عاملة خير فينا يا طنط إنعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ إيه الشر في إن إحنا نزلي فيكوا؟ ده الخير كله إن إحنا نزلي فيكوا. إيه رأيك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي أنتوا فالحين فيه كاش مايو، مفيش كاش ماني. ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بيتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياة يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تيتي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكرة أنا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وإن شاء الله إحنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. أنا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضارة بتاعة المية دي، عشان أنت عارفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الأحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الأحياء الشعبية إن شاء الله. وأنت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ أنا على طول بحب أتفرج على الأحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة آخر مرة صيفنا فيها؟ أيوة حبيبي كنت في الإعدادية. بصرف النظر مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يومي حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زيي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول، انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل، دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ إيه يا رمزي؟ يا رمزي؟ مالك يالا؟ الحقنة دول أنا خلاص بموت بموت يا دولا، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولا بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولا. ده إيه اللي زايدة؟ وهنا يا دولا بيوجعني. ده المخ. لا ده مش إشكال، ممكن يا دولا أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولا. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دول صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دول بقى. لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي محدش صحاني. هما لون دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذينه؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله وحد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة وعربيات النقل دي، عدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، دي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام،
اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله وما حدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباع اللي طلع هو اللي بيوجعني ده؟ اللي انت ما كنتش عارف ان هو اللي بيوجعني. دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع لجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه؟ على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حماتي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 أيام مش أسبوع. يا سلام، دي بقى كل أمنياتي. ويوم الحد تجنى يوم أجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع ألبس نظارة البحر بتاعتك؟ طبعا يا أعز بناتي. أبي عادل، وأنا كمان عاوزة. بس بقى كفاية طلباتي. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا أنا لابسة المايو تحت الهدوم عشان أول ما أروح أنزل البحر على طول. برافو عليكي. برافو ياسمينة. يلا باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي يا ماما. ولا رمزي وصلوا كل الشنط وصلوا واطلع البازار. يلا حاضر يا دولا. بسرعة بسرعة. حاضر يا دولا. البتاع ده اطلع، خد ده اطلع، خد مش إشكال. أخيرا. مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 ايوه. دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعتش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا يا اطلع على البازار. ياض ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا. ليه دولا بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني يا دولا برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. جايب بوجتك معاك؟ يلا ده انت مستعد. يا ايه دولا قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى. كده لا تسمع. ياه اخيرا اخيرا سريري. ياه بقيت لوحدي انا والسرير. أنا وأنت يا سريري دون عزول من الأمس، أهمس إليك وتهمس إلي حتى نملأ الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار أبيض، ده أنا هيطلع مني كمية أشعار. يا خبر أبيض، وأنام براحتي ومحدش معايا. أنا وأنت يا سريري من الأمس. ياه، الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. ها؟ ياه.
ابدا بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندريه ولا لسه. يا مزمزيل انا ما سالتش الساعه كام، انا عايز اعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعه كام؟ بص بقى من الاخر انا معجب بيك. وحضرتك مرتبطه طيب؟ يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعه كام؟ ولا بيكلم مين يا دولا؟ لا ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل يالا؟ الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عمي مكتوب باسمك ايه، هو ابنك انت بتشوه. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا عشان نوفر. صح يا صح. بيتي تخرب بيتي انا، بيتي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدر ترجع. بحس صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل يا ادي يا فتحي. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدو الافلام. اكيد يا معلم، جبنا لك فيلم ثلاث شورتيات في ورطه. الله الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ ايوه يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله. ده بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن سبورجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. تعالى ايه فضل ده يا حيوان. نعم انا سنوكر الجاه. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك كسر حقوقك. حقك يالا، انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما تطردهم انا. يلا دولا انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي يا دولا. انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديقك فين صباعك؟ اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اعمل ايدك كده يلا. اي اي استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير. رمزي يا سريري يا سريري. دولا ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. يا دولا بقى وتخبط نفسك. يخرب تقل حسابك يا رمزي تقل. عايز ايه؟ دولا انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، عشان انا مش عارف اشغله علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووف يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانيه كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. امسح. تعالى تعمل لي شقلبة بصوت. والله ما انا سايق. اللي اقول عليه يمشي، هو فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده اهو في الصاله؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت؟ هو استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله، اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات حين على ما تفرج. بس ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف انا، مش هي دي الشرايط؟ ها دول
انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دوله انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. انت ابو اشعارك يا دول، تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح يغسلها يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده؟ ايه يا ابني انت، انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم، ايه خلاص، لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بيكيا، احنا بتوع البيكيا. لا متشكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعة يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين بعدين بعدين. وبعدين الاباجورة اللي انت بايعها لي ديك وقابض فلوسها ما بتنور. وريني وريني الاباجورة دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجورة دي بتاعتي. ايه ده، انتوا بتبيعوا الحاجة اللي في البيت يا حرامية؟ يا عم بيت ايه يا عم، هو ده دي حاجات تافهة دولة؟ ده انا بفكر اغير الانتريه ده. الانتريه كمان؟ يا عم اطلع بره يلا، اطلع بره يلا، اطلع بره يلا، اطلع بره. غسيل بتاعي بره يا حرامية، يلا بره يا حرامية، بره، اطلع بره. دولة بص بقى، انا كده كده كنت همشي يا دولة، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده دولة ده؟ بتسرق بيتي، بتسرق بيتي يا حرام، اطلع بره بره، اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي يا دول بره. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو، ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطامه بقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله، حقكم عليا. احنا غلطانين، سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقيه، وكل عرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فاتلك كلب ولا كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي، وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شماها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا ما لناش حس من غيرك.
انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيرة الا في الكلام عنك. اكيد في النميمة طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامع يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جايزة راجل بيهرج معاكي. انت مالك انت؟